اليوم كانت زيارتنا إلى مديرية ناحية التل تل عبطة التقينا بسادة وجهاء وشيوخ المنطقة وكذلك التقينا بمدراء الدوائر بالتأكيد بصحبة السيد مدير الناحية ورئيس مجلس الناحية اليوم لاحظنا أن هناك جهد وعمل دؤوب من قبل المتواجدين هناك مدير الناحية ومجلس الناحية والدوائر وهناك تعاون كبير من قبل السادة أو شيوخ العشائر والوجاء في آه هذه الناحية ولكن هناك النقص الكبير في مسألة الدعم من قبل آه الحكومة المحلية في محافظة نينوى مع الأسف الشديد هناك نقص في مسألة الكوادر كوادر التربية من المدرسين والمعلمين وأيضا هناك نقص كبير في مسألة آه البلدية حيث أن آه هذه البلدية بلدية التل تحتاج إلى دعم من خلال دعم المالي وكذلك الآليات وأيضا هناك نقص كبير في مسألة حوضيات الماء حيث أن هذه الناحية لا يوجد فيها مشروع ما مع الأسف الشديد وكذلك في مجال الصحي هناك نقص كبير في الكوادر في المركز الصحي المتواجد وأيضا في هناك نقص كبير في الدوائر الأخرى كأن يكون دوائر الزراعة وكذلك البيطرية وكذلك هناك حاجة ماسة إلى مسألة الكهرباء حيث لم يتم العمل في الشبكة الكهربائية أو الشبكة الهوائية بالتالي أنا أقول لحكومة إدارة المحافظة أن كل هذه الحاجات وكل هذه الاحتياجات لهذه الناحية هي تقع على عاتق إدارة المحافظة والدوائر التنفيذية في محافظة نينوى ليس لديها تعاون مع هذه الناحية مع الأسف الشديد مع العلم هناك أكثر من ثلاثة آلاف عائلة قد عادت بالتالي نحن كمجلس محافظة نينوى سوف نقوم بمحاسبة جميع المقصرين وعدم دعمهم لهذه الناحية في الأيام القادمة وسوف نقوم ب تشكيل مجالس تحقيقية واستجواب كافة مدراء الدوائر الذين لديهم تقصير في دعم هذه الناحية ودعم إرجاع وإعادة استقرار الناحية وحسب التوجيهات الموجودة من قبل الحكومة الاتحادية والمصاريف أو المبالغ التي صرفت المبالغ الاستقرار لعموم محافظة نينوى فإن هذه الناحية لم يصلها إلا الشيء القليل القليل جداً وان ايضا الامور الامنيه هي تحتاج الى كمديريه شرطه انها تحتاج الى اليات ايضا ادعو السيد مدير شرطه محافظه نينوى بالاهتمام بمديريه الشرطه وايضا فتح مراكز بحاجه لها ودعمهم بالكوادر وكذلك الآليات وكافة الاحتياجات من الأسلحة والأعتداء قمنا بزيارة تفقدية إلى كافة الدوائر الخدمية وكذلك الأجهزة الأمنية المتواجدة في ناحية العبطة حيث لاحظنا أن العمل تسير إلى قدم وساق حيث هناك بعض المشكلات التي يعانون منها من دوائر الخدمية من نقص الحاد في الحوضيات نناشد من هذا المنبر الكريم نناشد الأستاذ عبد القادر مدير بلديات التوجه الى ناحيه العبطة لتقديم الخدمات اللازمه لهم وكذلك هناك نقص في دائره الكهرباء لا يوجد هناك دعم مادي ولا دعم معنوي وكذلك القطاع الصحي تفاجأنا ناحية بالكامل لا يوجد فيها إسعاف لحد يومنا هذا لذا نطالب مدير صحة نينوى بإيصال أو تجهيز الناحية بإسعاف لإسعاف هذه المنطقة من الحوادث والأمراض والتقديم الخدمات الصحية لهذه المنطقة ناحية العبطة يعني من النواحي الكبار يعني عايدة لا فوق الميتين غرية لا خدمات لا مستشفي لا مي لا شيء يعني لا لا كل شيء يعني لا مأحل ولا مشروع لا والغرة هذه مهمولة وما ماكو عشرين بالمية خدمات يعني ما ما من أي شيء وأنا مختار غرية هالحين وبعضها نازحة بكركوك وبعضها بقيار وبعضها من قلت الخدمات ما ترجع لو أكو خدمات ماكو واحد يبقى